وللحديث عن التطورات السورية ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير العسكري السوري العميد عبد الهادي ساري. سيادة العميد مرحبا بكم. يعني مخاوف تركيا من قيام أطراف خارج اتفاق سوتشي بعرقلة التنفيذ، هل قصدت تركيا هذه الأطراف، إيران تحديدا؟ سيادة العميد تحياتي لكم ولمشاهديكم. في الواقع يعني تركيا أبدت هذا الهاجس منذ اللحظة الأولى لتوقيع الاتفاق. يعني عندما قال السيد أردوغان بأن هناك من يريد زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعني أشار بذلك إلى إيران تحديدا، يعني عندما هي خارج، كانت خارج هذا الاتفاق، وبالتالي وأبدت استعدادها للاتفاق، وكان ذلك ضمنيا. أم والنظام يعني قرر عنه من خلال تصريحات شويغو عندما قال لا حربا في إدلب، وبالتالي تم القرار عن النظام من قبل الروس. لكن الإيرانيون وهم دائما يسعون إلى خلط الأوراق في المنطقة، ودائما يسعون إلى حسم الصراع بالطريقة العسكرية. يعني إيران هي غير مستبعد أن تقوم ببعض المشاكل، وهي عززت خلال هذه الفترة منذ توقيع هذا الاتفاق إلى الآن، تم تعزيز الكثير من النقاط التي يشغلونها الحشد الشيعي المتواجد في المنطقة، وبالتالي إيران غير مستبعد أن تقوم ببعض المشاكل وبعض الافتعالات العسكرية. هذا كان هاجسا إيرانيا، وتم إيصاله إلى الجانب الروسي. يعني روسيا عندما قررت اتخاذ هذا القرار مع تركيا، كانت تعي تماما أن هذا الاتفاق هو لمصلحتها وليس لمصلحة إيران ولا لمصلحة النظام. روسيا وضعت أمام خيارين، إما الحرب والحرب التي تشمل ربما جهات غربية مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا المتواجدة في عرض البحر الأبيض المتوسط، وكانت هذه ورقة كبيرة جدا ضاغطة على الدور الأمريكي أو الدور الروسي، وضاغطة على القرار الروسي. أيضا هناك ضغط غربي من قبل أوروبا عندما أعلن السيد أردوغان بأنني سأفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين، والذي يمكن أن يصل عددهم إلى أكثر من مليون سوري قادم من تحت الحرب إلى باتجاه أوروبا. هذه أيضا كانت ورقة ضاغطة باتجاه هذا الاتفاق. طيب سيادة العميد، هناك مطالبات، يعني كما ذكرتم أنتم، مطالبات بتسليم السلاح، ولكن في نفس الوقت نرى أن روسيا تزود النظام بمنظومة صواريخ S-300. كيف يمكن فهم هذه المعادلة سيادة العميد؟ يا سيدي، موضوع S-300 موضوع قديم جديد. منذ عام 2009 النظام كان يسعى لتوقيع اتفاقية مع الروس في تسليم S-300 إلى سوريا، إلا أن هناك عراقيل دائما تضعها إسرائيل باتجاه هذا الموضوع، وكلما يعني وجدت غيوم فوق السياسة الروسية مع السياسة الإسرائيلية، كانت يعني روسيا تلوح بتسليم النظام السوري S-300. الآن وبعد إسقاط الطائرة الروسية وقناعة الروس بأن إسرائيل هي التي أسقطت هذه الطائرة، لا يوجد بديل أمامها، إلا يعني لا يوجد استعداء لإسرائيل من قبل روسيا، لأن بالأصل عندما أتت روسيا إلى المنطقة كانت بإرادة إسرائيلية، وكانت بتفاهم إسرائيلي، وكان هناك اتفاقيات حول العديد من التنسيقات والتعاون بين النظام الروسي وبين الكيان الصهيوني، وبالتالي إسرائيل هي بحاجة روسيا، هي بحاجة إسرائيل في المنطقة. أما عندما أسقطت الطائرة فكان هناك يعني روسيا تلعب بورقة اسمها S-300. هذه الورقة هي ورقة ضاغطة باتجاه إسرائيل. عندما تريد روسيا أن تعادي إسرائيل، سأزود النظام السوري بسلاح S-300، وكان S-300 هو بعبع لإسرائيل. إسرائيل منذ عام 2000 في إبريل أو في نيسان الماضي عندما تم استخدام السلاح الكيماوي ضد ريف إدلب الشمالي، لوحت روسيا باستخدام أو تسليم النظام هذا النوع من السلاح، إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي قال في وقتها نحن لا نستبعد تسليم هذا النوع من السلاح إلى سوريا، لكننا قادرون على تدميره قبل أن يصل. طيب، هناك من فسر أن تزويد النظام من قبل روسيا بمنظومة الصواريخ S-300، هناك من رآها أنها رسالة روسية إلى المجتمع الدولي بشأن بشار الأسد، كيف قرأتموها أنتم سيادة العميد؟ ورقة بشار الأسد دائما هي أيضا إحدى الورقات التي يهم للنظام الروسي في استخدامها في كل المحافل الدولية، بمعنى أننا يعني نتصالح معكم أو نتوافق معكم
حول مواضيع معقدة دوليا، وبالتالي ورقة بشار الأسد هي إحدى الورقات التي يستخدمها النظام الروسي في وجه المجتمع الدولي، وخاصة في وجه أمريكا التي لها علاقة في هذا الموضوع، وأوروبا أيضا التي تطالب، ويعني الأصدقاء السوريا القديمين في بداية الثورة السورية أعلنوا بأن بشار الأسد غير شرعي أو رئاسته غير شرعية، على وهو يعني فقد الشرعية، وبالتالي فقدان الشرعية لهذا النظام كان أيضا ورقة ضاغطة باتجاه روسيا. روسيا تستخدم ورقة بشار الأسد في كل المحافل الدولية لتثبيت نظامه، وبالتالي هو ورقة يتاجر بها من قبل بوتين ومن قبل ترامب ومن قبل الزعماء يعني الزعماء الأوروبيين، وبالتالي بشار الأسد هو ورقة رابحة بيد كل واحد يمتلكها، هو يسعى أو يدفعها إلى الطاولة عندما يريد أو عندما لا يريد. الخبير العسكري السوري العميد عبد الهادي ساري حدثنا من عمان، شكرا جزيلا لكم.